تقضي بعض الوقت معها قطها، وبالطبع قد أتى الفأر معهم أيضا. فكرة رائعة لقضاء العطلة، وخاصة مع حفل شواء غربي. ولكن من المؤسف أنني مضطر لحبس توم في هذا المنزل. سأعطيه بقايا طعامي لاحقا. من قال سيبقى بقايا طعام؟ قام بأخذ بقايا الطعام من الفأر وطارده حتى تمكن أخيراً من إبعاده عن المنزل. ما هذا؟ هناك زائر جديد. إنه نوع من أنواع القوارض، طعمه لذيذ جداً مع حبوب الحمص. يبدو شهياً جداً. كيف؟ ولكن أين ذهب؟ ها هو غداؤنا. بأن نذهب إلى مطعم سيلانترو برونتوز لتناول التاكو. لقد قام جاكالوب بإنقاذ الفأر، ولكن جاكس أرنب متقلب المزاج. مرحبا يا صديقي، آمل بأن تلك الصقور لم تسبب لك أي أذى. هيا صافحني. هيا أنا جاكالوب. كان يجب على هذا الفأر أن يكون أذكى من ذلك. قريبا سوف يقع تحت تأثير مصيبة. حسنا، علي أن أرحل الآن. لك هدية وداع، سأقوم بإعادتك إلى المنزل. وداعا. الخدعة التي قام بها أعادت ذلك الفأر إلى المنزل بالفعل. وبعدها ماذا حدث؟ هل تناول صقران شطائر التاكو؟ استطاع الفأر أن يعود إلى منزله. حسنا يا صغاري. في تلك الأثناء في المزرعة. ها أنت ذا توم، تبدو الآن واحدا من سكان المدينة. تبدو جميلا جدا. أجل، جميل جدا. والآن تصرف كعامل مزرعة ونظف هذه الفوضى بينما أذهب وزوجتي لركوب الخيل. ألا تلاحظ بأنك كلما استخدمت هذه القوة كلما زاد حجم قرنيك؟ أجل، ستصبح عبارة عن قرنين فقط. أجل، والطريقة لكي تتخلص من هذه المصيبة هي أن تصافح شخصا آخر.
صافحني. وبعد فترة قصيرة عادت تلك العائلة مع حيواناتها إلى منزلها. رائع، أرى بأنهم قد غطوا في النوم. ما هي قصة اليوم؟ أخبرتهم قصتك المفضلة. حقا؟ وما هذه القصة؟